استنكر مجلس الشيوخ القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر. وأكد رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق خلال جلسة للمجلس اليوم أن هذا القرار ليس بغريب على البرلمان الأوروبي في السنوات الأخيرة، والذي يتبنى دوما مواقف وسياسات تستند على مفاهيم هشة ومغلوطة ومحاولة للدعاء بامتلاكه السلطة لتقييم ومحاسبة الآخرين خارج حدود أعضائه بالمخالفة للقواعد والأعراف الدولية. وللأسف الشديد فهي سياسات عفى عليها الزمن وتعيد للأذهان إرثا أوروبيا استعماريا ولا تكشف سوى عن رغبة خفية لديه في نشر ثقافة حضارة داعمة، وهذه الأمور لن تقبل أي دولة حرة الرضوخ لها لا سيما مصر الأبية. وإذ يستنكر مجلس الشيوخ رافضا بأشد العبارات وأقصى المعاني هذا القرار الذي اندفع وراء ادعاءات جاءت في الأصل بهدف ترويج مزاعم خاطئة عن ملف حقوق الإنسان في مصر، ذلك الملف الذي يخطو خطوات واثقة نحو التمكين التام لحقوق المواطنين جميعا، وهو ما يقود أحقية صدوره ومصداقيته.